السلام عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ بخير. كي صبحتوا مع تمارا؟ البارح راه كانت تمارا واليوم عاوتاني نهار تاني عيد كتكون تمارا حتى هي زايده. ايوا ان شاء الله. خويا لقيتو كيصايب هنايا الكفته وبغيت نتقاسم معكم اليوم، تيعاوننا ان شاء الله اليوم يا حادق معنا، دخلناه معنا الكوزينه. خويا اش كدير تما؟ ريقل الكفته. كتريقل الكفته واحد الطريقه بالماء باش ما كيسقش الاخر الحم في اليدين، اللي بغى يحركها كيدير الماء باش ما كيكونش باش ما كيلصقلكش في اليدين. باش ما كيلصقش. شحال اخويا طحنتي لينا تما؟ واحد البركه شي 5 كيلو. 5 كيلو وتبارك الله. شحال باش طحنتيها؟ وهنايا كل واحد والاخر حنا حسبنا 50 ريال الكيلو. 50 ريال وراه رخيصه، وراه صراحه كاين شي بلايص اللي كاين الناس اللي كتطحن ب 80 100. اه كيكون الكليان ديالك وصافي. اه كليان ديالك. ايوا مزيان. دابا قلتي كتفزق يدك باش ما كيلصقلكش اللحم. ضروري دير بنادم شويه طاسه ولا شي حاجه باش اللحم ما كيلصقش في اليدين كاع. إذا بغيتي تحرك الكفته خصك ضروري دير الماء باش ما كيبقاش لاصق. ودابا شنو غديرها في الميكات وتدخلها في؟ ديرها في الميكات وكون دير واحد الطريقه بحال الخبزه باش ما كتبقاش كتبقى تبرد وما كتشدلكش حتى البلاصه في فريغو. انا غنمد لك اخويا الميكا. نديرو 8 كيلو على حسب الماكله. خلي لي غاشوي ليهم حبسي لهذا. يلا حنا كنديروا هذه الطريقه هكذا. غدير خبيزه كتبرد كامله ما كتهش بلاصه الفريغ بزاف. يعني باش كتكون شغلة كاملة. وراك حادق اخويا والله لا راك حادق. سعدات المرا فيك. كاين عنده جديد الله الله شراها. ايش هي عاوتاني خصك تقنع شي واحد اللي نقي هو بصح هذا الشيء هذا خصك ضروري الانسان كيدير التعقيم بعدا. ايوا ضروري خصك الانسان وطحنت هنا البارح باش ما يكونش الاكتظاظ على على هذا الشيء هذا كتبعد على بنادم بزاف بصح كياخذ بنادم الناس اللي نقيين. ما يوقعش شي حاجه حيت وملي مشيتي تطحن لقيتي الناس تما بزاف؟ لا مازال البارح كان الله قليل والناس بعدا دايرين المسافه بيناتهم ودايرين دايرين المسافه. طيب هنا وزان كيحتارموا الناس، الناس وزان كيحتارموا. اي والله يهز علينا هذا الوباء يا ربي الحبيب، علينا وعلى المسلمين اجمعين. الله يدير التوبه الخير ان شاء الله. ايوا دابا عاوتاني ندوزو لمراتك نشوفو عاوتاني شنو كدير. راه اليوم عامر غير بالشقة. السلام عليكم اختي جمعة. وعليكم السلام اختي نجاة. اليوم ديال تمارة عندك اليوم البارح؟ البات البارح مع الذبيحة والشوا ديال الراس والغسل ديال الكرشاة والدوارات. اليوم غادي نغسل ديال الراس وديال التقصير ديال الحال. ايوا اختي راه اليوم تمارة وما تقولوش انا راه عاوتاني راه ما درت لكم حتى شي حاجه. هي هي كلشي دابا بغيتي شنتي ما كنتش نعرفو كندوزو هاد العيد. ايوا ربي يخليكم ربي ربي يخليك خلي لي الخير. هي بنت اختي جمع باش كتغسلي داك الراس؟ انا كنذكر غير الماء والحلفه هذيك الماء درا شويه ديال الصابون وبقى داك صابون الكف شويه الصابون الكف كيخلي الريحه. قالت لي علاش الصابون لا خوتي؟ ها الصابون كيدير الريحه. اي وشنو كديري؟ غير شويه الصابون يا خوتي تيد. اه بصح والله الا وما كتخليش الريحه. كيخليش الريحه الكف كيبقى ريحه
كيبقى الريحه في كيبقى فيه الريحه. هكذاك انا كنديرو غير شويه ديال التيد وكداش نزهها شويه باش كنحيدو داك الفلفل. وزعما التيد ما فيه ما كي راه التيد حتى هو راه فيه الريحه ماشي بحال الكف. الكف الريحه ديالو مجهده مجهده شوف ما تيدش من الكف بصح. ما دابا هاي الكف راه كاين شم الكف وجبت تاع نشمو. بصح هي ملي كنخدمو غير الكيس ماشي كنبقى فيه الريحه. كاينه ديال الكف. كاينه. يلا اختي كملي الغسيل ديال الراس ديالك. حنا كنكملو الغسيل. الكفته ديالنا هي الحادق ديالنا هو صايب الكفته ودارها بحال الكريسات. دابا غتخشيها في فريكو. غتخشيها في فريكو كديرها بوحدها كل وحده بوحدها باش ما يدخل لها بعدا الثلج. ها الكمال دابا ديال الكفته داك وجدتيها درنا القزبور ودرنا البصله درنا العطريه ديال نيت الكفته وصافي. اللي بغيتي شويه التحميرات على حساب اللون وصافي. وما هي راه غير الاخر ديالها كافيه هكذاك. دابا انت درتي تما العطريه ديال الكفته والتحميره والملحه والربيع والبصله. البصله مشلضه مزيان. خطاطه كتجي بحال هذيك ديال السوق كتجي زوينه. الله يلا بحال ديالنا حنا لي ايوه هذيك كتجي لذيذه الصراحه. هذه باش كتجي زوينه كتجي واعره. ايوا تبارك الله عليك اخويا راك حادق راك معاوننا اليوم. تحرك مزيان باش كتدخل ليها العطريه. ايوا شعلتي لنا الفخر. الفخر موجود. يلا دابا نبداو على بركه الله نوجدوا الراس ديالنا. هنا نعطيكم بعدا شنو كنحتاج. كنحتاج الربيع ما كنقطعو ما والو. عندي هنايا جوج مطيشات قطعتهم دويورات وحيت ليهم الزريعه. هنايا عندي جوج بصلات مقطعين تقطيعه كبيره. وعندي هنايا عندي الملح والكمون. ودابا نبداو على بركه الله. غادي نديرو عليه الملح والكمون. دابا غادي نديرو البصله ديالنا من الفوق ودابا نزيدو المطيشه. دابا غادي نديرو الربيع ديالنا من الفوق. دابا غادي نزيدو عليه شويه ديال الملح والكمون باش كيدخل العناصر كامل كتدخل داك العطريه كتدخل كامله. دابا انتم الكسكاس ديالنا ها هو وجاد. الله يفور. الكفته ديالنا هي ديال الحادق ديالنا دخويا ها هي كتشوى. غير كنتقاسموا معكم اللقطات ديال نهار ثاني عيد. صراحه كيكون فيه شويه الخدمه. ايوا واليوم كل واحد شنو دار. ايوا كنتمنى تدعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبقاو معايا باش تشوفوا حتى انا الشكل النهائي ديال الراس ديالي. الراس ديالي الراس ديال اللي فوق اللي درت كيفور كيفاش غادي يجي. المتتبعين ديالي الراس اللي درت كيفور راه هايل هو طاب. انتما كتشوفوا المنظر ديالو كيجي هائل. كنتمنى يعجبكم هذا النهار هذه اللقطات اللي دوزت معكم هذا النهار. قسمنا الشغل كل واحد شنو دار. كنتمنى تدعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وباي باي عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.